بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، يعني في خطبة جمعة أو غيرها، يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، لأن المحرم يغار على المرأة أكثر من غيرتها على نفسها، فالمحرم يصونها ويحفظها من أن تمتد إليها يد المؤذين المتسولين الذين يشغلون كثيرا من النساء. لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، والمحرم هو أبوها أو أخوها أو ابنها أو زوجها أو من تحرم عليه على التعبيد بنسب أو سبب مباح. النسب كالأخ والعم والخال وغيرهم، والسبب المباح كالرضاعة، كالأخوة من الرضاعة ونحو ذلك. فهذا هو المحرم، محرم المرأة ومن تحرم عليه على التعبيد، يعني لا يصح أن يتزوجها ولا أن ينكحها، فإنه يغار عليها أكثر من غيرتها على نفسها، والمرأة لا تؤمن على نفسها لأنها قد تسلط عليها الأقاويل ويتكلم فيها بعض الناس ويريدون منها ما لا يجوز، فقد تلين معهم وتستجيب لطلبهم. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا يخلو بها في بيتها ولا في بيته ولا في أي مكان وحدهما، ولا تسافر المرأة إلا معها ذو محرم. ذو محرم أي من تحرم عليه على التعبيد، ليحفظها ويصونها ويدافع عنها. فأمرت ألا تسافر إلا مع ذي محرم يحافظ عليها. فقام رجل من الصحابة رضي الله عنهم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، والحج في سبيل الله، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، في إحدى الغزوات التي تكون قيادتها للمسلمين، والغزوة هي ما كان قائدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في غزوة كذا وكذا اكتتبت جنديا معها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك.
فالحج معها أولى من الحج فيه من الذهاب في سبيل الله، فهو يريد الذهاب إلى الجهاد في سبيل الله. وامرأته خرجت حاجة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج مع امرأته لئلا تسافر مع غير محرم، لأنها إذا سافرت مع غير محرم تكون عرضة للنيل منها والتعرض لها وأذائها. فقال اذهب فحج مع امرأتك. فنظر صلى الله عليه وسلم وقارن بين كونه يحج معها وبين كونه يخرج للجهاد في سبيل الله، فرأى أن حجه معها أولى من الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله إذا كان مكتوبا مع أهل هذه الغزوة فليس الجهاد فرض عين، وإنما هو مستحب وفرض كفاية. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلق مع المرأة ليصونها وليحفظها. اذهب فحج مع امرأتك. وهكذا ينبغي للعبد أن يقارن بين فروض الكفاية وبين فروض العين وبين ما يتحتم عليه الذهاب إليه. فالذهاب مع امرأته فرض عين لئلا تذهب وحدها، والذهاب مع الجهاد في سبيل الله فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. نعم. مفردات الحديث. قوله واللفظ لمسلم، هذا من أمانة النقل ومن الاهتمام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لفظه لفظ الإمام مسلم رحمه الله. نعم. مفردات الحديث. لا يخلون، لا حرف نهي تجزم الفعل، فالفعل مجزوم بها مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. إلا ومعها ذو محرم، والمحرم بفتح الميم من يحرم عليه نكاحها أبدا من قريب بنسب كأبيها وأخيها أو سبب مباح كصهر أو رضاع، والزواج والزوج له حكم المحرم. كصهر يعني أخ زوج ابنتها أو زوج أمها ونحو ذلك، هؤلاء يكون سبب مباح مصاهرة، أما ما كان غير ذلك فلا يجوز، كأن يكون أخ لزوجها لا هذا لا يصح، ولا أخ لأمها أخ لزوجها فلا يتم ذلك، وإذا كان أخ لأمها من الرضاعة فهو سبب مباح، كأن يكون أخ للأم من الرضاعة أو من النسب هذا سبب مباح. نعم. اكتتبت مبني للمجهول، وأصل الكتب جمع الشيء من ذلك الكتابة، جمع الحروف بعضها إلى بعض، والمراد هنا أن اسمي مكتوب مع الغزاة. كذا وكذا الكاف للنسبة، وذا اسم إشارة، والثانية توكيد لفظي للأولى. ما يؤخذ من الحديث: أولا، تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية وهي من ليست بذات محرم له. ثانيا، كذلك يحرم سفر المرأة مع غير ذي محرم ولو للعبادة أو للحاجة. ثالثا، لا يجب عليها أداء الحج إذا لم تجد محرما، وذلك بإجماع العلماء. ولكن هل المحرم شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ قولان. الصحيح الأول منهم: لا يجب عليها الحج إذا
لم يكن معها محرم، وإنما يجب عليها إذا أيست من وجود المحرم أن ترسل من يحج عنها. قولان، وشرط للوجوب أو شرط للأداء. شرط للوجوب يعني هل يجب أو لا، أو شرط للأداء هل يلزمها أن تؤدي هذا الفريضة. قولان، الصحيح الأول منهما لكن لو قامت به أجزأ عنها مع التحريم عند الأئمة الأربعة، لأن أهلية الحج تامة والمعصية في أمر خارج عنه. رابعا، وفي معناها من الحج وفي منعها من الحج إلا مع ذي محرم حكمة سامية هي المحافظة على الأخلاق الكريمة والصيانة والعفاف، فإن المرأة محل الأطماع وهي ضعيفة في بدنها. لا يسبب نقصها، ليست ناقصة، وإنما هي صيانة لها ليتولى الدفاع عنها ممن أرادها بسوء، لأنها لا تستطيع الدفاع عن نفسها، فإذا كان معها محرمها تولى الدفاع عنها وحفظها من أن تمتد إليها أيد المجرمين. وفي منعها من الحج إلا مع ذي محرم حكمة سامية هي المحافظة على الأخلاق الكريمة والصيانة والعفاف، فإن المرأة محل الأطماع وهي ضعيفة في بدنها ونفسها، ولا يحافظ على شرفها ويغار عليها مثل الرجال من محارمها. خامسا، إذا تأملت حال المسلمين الآن بنسائهم من التبرج والعري ومزاحمة الرجال والخلوات المحرمة معهم وصحبتهم في الأسفار البعيدة وغير ذلك من العادات التي يندى لها الجبين، علمت بعد المسلمين عن دينهم وعدم مراعاتهم حرماته. يعني لا يصح ما يقع في بعض المجتمعات من أن المرأة تخرج للسفر لبريطانيا أو أمريكا بدون محرم، وإنما تسافر مع الرفقة، وهذا لا يجوز، لأنها قد تنزل في مكان ما بعيدا عن الأنظار وبعيدا عن الناس، فيتسلط عليها بعض المجرمين الذين لا يبالون. قد يتسلط عليها بعض الناس إذا لم يكن معها محرم، فيحرم على المرأة أن تسافر بلا محرم. نعم. سادسا، في مثل هذه الآداب الكريمة والأخلاق العالية والمحافظة على الكرامة والصيانة للشرف والعرض وحفظ الأنساب والأعراق، وهو مظهر كريم وتكريم للمرأة وتطهير لها من الأدناس، أما الخلاعة والمجون والإباحية فهي الرجعية إلى عهد الوحشية والبهيمية التي لا تعرف نظاما ولا قانونا ولا حياء ولا عفة. إن فرض العين مقدم على فرض الكفاية، فالرجل كتب في الجهاد، فرض العين مقدم على فرض الكفاية، وذلك أن خروج الرجل في الجهاد في سبيل الله فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وأما صيانة المرأة وحفظها فهو فرض عين على كل مسلم، يجب عليه أن يحافظ على محارمه. إن فرض العين مقدم على فرض الكفاية، فالرجل كتب في الجهاد وهو فرض كفاية، والمحافظة على زوجته فرض عين، فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه دليل على تقديم الأعذار الخاصة اللازمة على فروض الكفايات. ثامنا، ومحرم المرأة هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كأخ أو
أو بسبب مباح كأخ من رضاع. تاسعا يشترط في المحرم الإسلام فالكافر لا يكون محرما، كما يشترط التكليف بالبلوغ والعقل لأن الصغير والمجنون لا تحصل بهما الصيانة والكفاية. يجب على المحرم أن يكون مسلما، أما إذا كان المحرم كافرا فهو لا يحافظ على محرمه، لا يحافظ على أخته ولا على بنته، فقد يسلمها للأشرار ليعبثوا بها. فلذا اشترط في المحرم أن يكون مسلما. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن أداء فريضة الحج على التراخي فلا تجب على الفور، ووجهه أن زوجة الرجل تريد الحج في حجة الوداع، وزوجها كتب مع الغزاة والمسلمون لم يحجوا إلا ذلك العام، ولكنه معارض بحديث إن الله كتب عليكم الحج فحجوا رواه مسلم. والأمر يقتضي الفور عند الأصوليين، وهذا نص لا يقاومه الاستنباط من حديث الباب، فإنه معرض لوجود الاحتمالات، وما رواه الإمام أحمد والبيهقي من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعجلوا الحج، هذا يدل على استحباب تعجيل الحج حينما يقدر عليه المرء، لأنه لا يدري ما يعرض له، وقد يكون قادرا على الحج في هذه السنة وغير قادر على ما بعدها، وقد يكون صحيحا في هذه السنة وما بعدها يكون مريضا أو يكون ميتا، فاستحب له أن يتعجل الحج يعني الفريضة، فإن المسلم لا يدري ما يعرض له. يعتبر المحرم لكل من لعورتها حكم، وهي بنت 7 سنين فأكثر، لأنها محل شهوة. المحرم يشترط لمن عورتها يجب تغطيتها وحفظها كبنت 97، وخاصة إذا كان شبابها حسن فإنه يحسن منها الستر وحفظ عورتها، ولا يجوز له أن يهملها خشية أن يعبث بها العابثون. فالمحرم لا بد للمرأة إذا كان عورتها تشتهى وتراد. قال الشيخ: ليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي محرم وعليها أن تحج وإن لم يأذن في ذلك، وإن أحرمت به بلا إذنه لم يملك تحليلها، ويستحب لها أن تستأذنه. يستحب استحبابا للمرأة من باب الأدب أن تقول لزوجها: إني أريد الحج هذه السنة، فهل تأذن لي؟ فإن أذن لها حجت، وإن لم يأذن لها فتنتظر. يستحب لها ذلك ولا يجب، لأنها ما تستطيع أن تسافر وحدها، وعلى الزوج أن ينظر في المحارم وفيما يذهب ممن يذهب بها للحج أهو ثقة ويتكل عليه في ذلك أم لا، فإن كان لا يصلح محرما ولا يحافظ على الزوجة فلا يجوز له أن يأذن لها بالحج. وأما الزوج فلا يستحب ولا يجوز له أن يمنعها من الحج، لأنها في حاجة إلى تأدية هذه الفريضة، فإذا تيسر لها ذلك فيستحب له أن يأذن لها في ذلك. ثالث عشر: جاء في البخاري ومسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر يوما وليلة إلا ومعها ذو محرم. وجاء في البخاري: لا تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذي محرم.
وجاء في صحيح مسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر سفرا إلا ومعها ذو محرم لها. وجاء في مسند لأحمد بسند صحيح: لا يدخل على المرأة رجل إلا ومعها محرم. والقصد من المحرم معلوم، والعلماء تجاه هذا لهم اتجاهات، فبعضهم تمسك بظواهر النصوص فلم يرخص للمرأة بتخطيها سواء كانت مسنة أو شابة، وسواء كانت مع رفقة آمنة أو لا، وسواء كانت ثقة في نفسها أو لا. وبعضهم نظر إلى معنى ومراد الشارع، فما دام أن حال الطمع في المرأة موجود فالعمل بالنصوص واجب، وإذا فقد هذا الخوف بأن كانت المرأة ثقة في نفسها أو مع نساء ثقات، أو كانت كبيرة، أو كانت في مجمع حاشد كالطائرة يودعها محارمها ويستقبلها محارمها، فهؤلاء لا يتمسكون بظواهر النصوص ويرون أنه لا يوجد محذور. قال شيخ الإسلام: ولولا لهما منع المرأة من السفر والحج وغيره بغير محرم، لأن حتى وجود الثقات معها قد تنفرد عنهم، قد تذهب وتتركهم، فإذا كان معها محرم فإنه يتولاها وينظر في أمرها. قد تقول لأحمرها: أريد الطواف، أو أريد رمي الجمار، أو أريد كذا وكذا، ثم لا تذهب إلى ذلك وتذهب تنفرد معها هذا الرجل، فلا يجوز لها ذلك. والأولى منع المرأة من الانفراد وحدها مع غير محرمها. نعم. قال شيخ الإسلام: تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم لزوال العلة. وقال: هذا متجه في كل سفر طاعة. هذا اجتهاد لشيخ الإسلام رحمه الله، والأولى منع ذلك حتى يكون معها محرم. نعم. الرابع عشر: وقال الشيخ: وليس للأبوين منع ولدهما من الحج الواجب، ولا يجوز للولد طاعتهما في ترك واجب الحج، وكذا كل ما وجب من صلاة وصوم وصلاة الجماعة والسفر لطلب العلم الواجب، لأنه فرض عين، فطاعتهما واجبة في غير معصية، في غير معصية من فعل محرما أو ترك واجبا. لا يجوز للأبوين أن يمنع الولد من الحج، كما لا يجوز لهما أن يمنعاه من الذهاب إلى المسجد للصلاة، ولا يجوز لهما أن يمنعاه من فعل الطاعة، بل الطاعة مأمور بها شرعا. خلاف العلماء: أجمع العلماء على تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية منه، كما أجمعوا على تحريم سفر المرأة بدون محرم إذا خيف الفتنة، واختلفوا فيما إذا بعدت الشبهة وموطنها. فبعضهم أخذ بعموم اللفظ فحرموا بعضهم أخذ بالعموم، بعضهم أخذ بالمنع مطلقا، وهذا لعله أولى وأحرى والله أعلم. وبعضهم قال: إن المنع مطلقا لا يسوغ لنا أن نمنع المرأة من السفر مطلقا، لأنها قد تسافر سفر طاعة، وقد تسافر مع أناس ذو أمانة وديانة ورجولة، فيجوز لها ذلك. والأولى هو المنع مطلقا من السفر إلا مع ذي محرم. فبعضهم أخذ بعموم اللفظ فحرموا سفرها بدون محرم، سواء قرب السفر أو بعد، وسواء كانت شابة أو عجوزة، وسواء كان معها، لو كانت عجوزة، لأنهم كما يقولون لكل ساقطة لاقطة، فيجوز أن تشتهى هذا العجوز ويشتهي الرجل ويتلاعب بها. وسواء كان معها رفقة من النساء أو لا، وهذا مذهب الحنابلة والظاهرية، وإليه ذهب إبراهيم النخعي والشعبي وطاووس.
أما الجمهور فذهبوا إلى تحريم ذلك على الشابة وتساهلوا في المرأة الكبيرة، وبعضهم خصص السماح لها بوجود رفقة من النساء، وبعضهم أباحه حينما يكون الطريق آمنا، وهذا كله في الحج الواجب. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فنقل عنه في الاختيارات فنقل عنه في الاختيارات قوله: وتحج كل امرأة آمنة مع عدم محرم لزوال العلة. قال أبو العباس: وهذا متوجه في كل سفر طاعة. قلت: والمسألة موضوع اجتهاد بين العلماء، فمن رأى عموم النصوص أجراها على ظاهرها ومنع ذلك مطلقا، ومن رأى المعنى الذي حرم السفر من أجله أباحه في صورة تبعد الشبهة بها وتخف الريبة حولها. والراجح ما قاله الشيخ من الجواز مع وجود الأمن، وقد تقدم مثله تقريبا، والله أعلم. متى يوجد الأمن؟ قد لا يوجد وتخفى على حال على كثير من الناس، فيرخص لهذه المرأة أن تسافر فتسافر مع غير محرم يتلاعب بها ويقول لها أنت وأنت ويثني عليها ويتلاعب بها، فالأولى المنع مطلقا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يقول السائل: هل الرجل الكبير في السن والأعمى والصغير يصلح أن يكون محرما، مع العلم أن من هذه صفته لا يستطيع الدفاع عن المرأة؟ الرجل الكبير والأعمى والصبي المميز كلهم يجوز أن يكونوا محرما للمرأة، لأنهم يدافعون عنها ويحمونها. وأما غيرهم ممن لا يميز فلا يجوز أن يكون محرما للمرأة. يقول السائل: ما الفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء؟ شرط الوجوب بأنه لا يجب على المرأة الحج. إذا قلنا شرط الوجوب وجود المحرم، فإذا لم يوجد لها محرم فيجب عليها أن تمتنع عن الحج لأنه غير واجب عليها. وإذا قلنا شرط الأداء قلنا إنه يجب عليها الحج، لكن ما يجوز لها أن تؤديه بدون محرم. يقول السائل: ما حكم الخلوة مع السائق مسافة 80 كيلو للمرأة والسائق فقط؟ لا يصح الخلوة ولا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة حتى وإن كان سائقا، إذا كانت المسافة بعيدة، إذا كان خلوة بعيدة. أما إذا كان خلوة قريبة، إذا صوتت أو زعقت أو نادت أو كذا تجد من يستجيب لها فلا بأس بذلك. وأما إذا لم يكن حولها أحد يغيثها فلا يجوز أن تخلو بالسائق. يقول السائل: ما حكم من يمشي بين القبور بالنعلين؟ هذا يجوز للحاجة، كأن يكون ما بين القبور مثلا حار رمضة أو شوك أو نحو ذلك فيجوز. وأما إذا لم يكن هناك سبب للمشي بين القبور بالنعل فيكره له ذلك. يقول السائل: أفطرت في نهار رمضان وكان في وقت الصيف بسبب العطش الشديد وندمت على ذلك، فماذا علي؟ إذا كان فطور هذا الأخ في نهار رمضان للضرورة والحاجة، كأن يكون عطشا شديدا لا يستطيع الصبر معه، فلا بأس عليه بذلك، لأنه يخشى على نفسه الهلاك،
فلا بأس عليه وعليه أن يقضي هذا اليوم. يقول السائل: هل زوج المرضع محرم للرضيعة؟ نعم، لأنه يكون أبا لها من الرضاع. زوج المرضع هو أب لهذه الرضيعة من الرضاع، فهو زوجه محرم لها. يقول السائل: كان مجموعة من الناس يجمعون المال في أوروبا لبناء المسجد، هل يجوز لهم أن يأخذوا شيئا من المال لأجل تعبهم بجمع المال؟ لا يجوز لهم أن يأخذوا إلا إذا اتفقوا مع صاحب العمل بأن يعطيهم مبلغا من المال بقدر عملهم، فيجوز لهم ذلك. أما إذا كان يأخذون المال هكذا بحسب رغبتهم وحاجتهم فلا يجوز لهم أن يفرضوا المال لأنفسهم. يقول السائل: خادمة عندنا تستأذن في الحج هذا العام ولا نعرف لها ذي محرم، فماذا نصنع؟ لا، حجت مع أهل بيتها مع النساء اللاتي تعمل لهن في بيتهن، فهن يكفينها في المحرم، لأن الأجنبيات إذا صرن هنا فيكفيهن في المحرمية أهل البيوت اللاتي يشتغلن بها. يقول السائل: والدي أوصاني بصدقة بعد موته وهي عبارة عن ناقة، والآن أريد أن أتزوج وأعمل وليمة، فهل لي أن أخذ هذه الناقة وأعمل وليمتي؟ لا يا أخي، ليس لك أن تأخذ هذه الناقة، لأن هذه الناقة وصى والدك بوضعها سبيل وبوضعها صدقة، فهي صدقة في مال والدك، قد يكون أنها زكاة ماله، فلا يجوز لك أن تأخذ زكاة مال أبيك. يقول السائل: هل إذن الزوج واجب في العمرة، لأن هناك امرأة تريد العمرة وزوجها يمنعها؟ نعم، واجب في العمرة وفي الحج إذا كان نفلا، أما إذا كانت العمرة واجبة والحج واجب فلها أن تستأذن زوجها، فإن أذن فبها ونعمت، وإن لم يأذن فليس لها أن تمتنع عن الحج والعمرة ما دامت لم تحج الفريضة. يقول السائل: أنا سأسافر إلى مكة مع زوجتي، وقال لي شخص: زوجتي أيضا تريد أن تأتي إلي، هل ممكن أن تأخذ زوجتي معك؟ هل يجوز ذلك؟ لولا أن لا تأخذها زوجتك معها، لأنها قد تخلو بك وتخلو بها دون الزوجة، فلا يجوز لكما ذلك. يقول السائل: هل يجوز للمرأة الخروج من بيتها مع غير محرم، علما بأن معها رفقة من النساء، والمسافة ليست مسافة سفر، ما يقارب 40 كيلومتر؟ كم كيلو؟ 40. إذا كان سفرا مسافة طويلة فلا يجوز، وأما إذا كان غير سفر فيجوز، إذا كان داخل مكة أو داخل مكة ومنى ونحو ذلك هذا لا يعتبر سفرا، أما إذا كان سفرا فلا يجوز. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين.